بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمنا ونجا، والله من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا نحظى بشفاعتكم فنفوز والله فوزا. لئن قصد الحجاج بيتا بمكة، لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا ببيت والذبيح جريحه، فإني بوادي الطف أصبحت محرما. لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا ببيت والذبيح جريحه، فإني بوادي الطاف أصبحت محرما. أطوف ببيت والحسين ذبيحه، أقول بيقظتي ولا هجر بالطاف تكمل الناس حج البيت. والله بالطاف بالطواف بالطاف وانا محرم صبحت اليوم، انا محرم محرم صبحت اليوم بالطاف احج كعبة ذبيح الغابري، يا حج كعبة الذبيح الغاية. ترى أنا مشتاق أسمع صوتك يا ضري يا شيعتي، مهما شربتم عذب ماء فاذكروني فاذكروا. صار لي شهرين ما قارنكم، اعذروني. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، القدر مسرع وياي ابهض ماء ومثل ونات قلبي قلوب.
ترى ما وين ما وين. القدر مسرع وياي بهضم وما ما تناني ما ان ما ان ومثيل وينات قلب قلب والله ما ايان يا شيعة يا شيعة شما شربتم عذب ما ان ما ان اذكرون بمصاب الغابرية اذكرون بمصاب الغايا يا ضرية والله فر الطيح على قبر حسين طاح عايش وقت ايش وقت هاي الطيحة طاحن على قبر الحسين يوم اللي رجعوا بعد 40 يوم فراق زينب اللي كانت تشوف الحسين يومية قدام عيونها يروح ويجي اخوها 40 يوم تفارقه وشلون فراق بعد ما عافته جثة على ارض كربلاء وراسه يبرالها طول الدرب ورجعت لقيتها كومة تراب أول ما شافت القبر شنو تسوي زينب هي والنساء اللي كانن عايشات بحمى الحسين يقول فريق طيحة على قبر حسين طاح والله وحنين أمي الفصل علي ناح شلون ابيات عند القبر صاحن صاحن يا راعي هالقبر جدتك مساكين اي والله بجيت زينب وحنت والوت الجيد يا خويا يا خويا حسين جينا لك من بعيد من الشام يا خويا 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 ابو علي يا خويا خويا من الشامات بني الشامات خويا قطعت هالبيد وقصدنا كربلا وجيناك عانين ويا جاي زينب ابو علي نجيلك كل ليله الجمعه وكل ليله الجمعه كنا ما شايفين قبرك ولا ضريحك ونصب نفس الدمعه ونفس البكيه بس عود واسده مع زينب ونوصل من البج زينب وحنينها على الحسين تقل له يا خويا يا خويا يا خويا حزين لا ينكشف قبرك بالله اسمع امنيه زينب وشوف قلبك محترق مثل قلبها لولا يا خويا يا خويا يا خويا يا ابو علي يا خويا يا خويا حزين حزين لا ينكشف قبرك قبرك لحب اللحد وتمدد بكثرك اخويا شبيدي 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 ابو علي شبيدي رات عمر دون عمرك وبعد سيدتي اش تتمنين تقول يا اخويا شبيدي رات عمر دون عمرك عمرك
لك وانت اللي تجفني يا الحسين. وانت اللي تجفني سمعت النساء والعيال بكاء زينب وياها زينب من تروح بدفن شخص هسه قاموا ما ياخذون النساء قبل كانوا ياخذون النسوان هسه ما ياخذون النسوان بالدفن يقول نخاف على المرة تموت على قبر الميت زين بنت شلون بنت صغيرة وش قد عمرها شقد عمرها بنته يقول بجد سكنة والله بجد سكنة ونادت رخصيني يا عم رخصيني اريد احكي ويا ابويا ونور عين يا عم اريد احكي ويا ابويا ويا ابويا ونور عين شو حال القبور بينا وبيني بيني بجت نادت يا عم احكي شما تحكين عاد سكينة والحسين يقول هو سكنة يا على قبر حسين تشكي تشكي يا ابويا يا ابويا يا ابو علي يا ابويا يا ابويا الماجن ترضى من ابكي ابويا علي ابن شقي للناس شحجي شحجي لو قال ويا سكن الدل الجويان يا حسين يا حسين يقول ابويا 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 علمني شقل للناس ابويا شحجي لو قالوا يا سجن الدل الجويان يا ابويا شوف سكنك تتمنى وش تحاكي ابوها الله يساعد كل بنيه فاقده ابوها تقول له يا ابويا يا ابويا ما تطر اللحد عنك يعز عليك هذا الكلام بس عندك حاجه وان شاء الله مقضيه بجاه الحسين وبجاه العباس واحنا باشرف بقعة على بقاع الارض تقول له يا ابويا ما تطر اللحد عنك 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 شو تريدين بويا سكينة تقول له على ثاني كتر خليني يمك بويا خليني بصفعة للاكبر اشم نحرك يا ابويا اشم نحرك يا ابويا واسدنك هاي بنات قلبي يا ضوى العين ابويا هاي بنات قلبي يا ضوى يقولون الرواة باتوا العيال ثلاثة ايام يم قبر الحسين ادوا المراسم ويا زين العابدين زينب ما كانت تفارق قبر الحسين بس كانت تنادي من زينب من كانت قاعدة نوبة تنادي العباس نوبة تنادي ابوها امير المؤمنين وما تنسى زينب امها الزهرة ها يقول كانت تنادي الزهرة اكيد كانت تنادي الزهرة بس زينب 40 يوم مسبيه والحبل بيديها رجعت بيا حال وبيا الم كانت ما الها طاقه تحكي لكن تقول كانت تجلس في جوف الليل تنادي هنا تقول بصوت ناس على كيفها بهدوه الليل زينب مخدره ما تطلع صوتها امام الاجانب تقول هنا هنا يم الحسن يم تعالي
امها البنيه تحن على امها داعدها ام مثل الزهراء شلون. احنا احنا يم الحسن يمي تعالي وشوف كربلاء سوت. احكي يمه احكي زينب اشتردين تقلها يمه اجيت من المدينه براس عالي واخوتي عن يميني وعن يمه شمالي وامشي مدلله بخدري وجلالي انا ما حس بيت بهاي تالي زمان يدور يدور ويغير احوالي واشوف اخوتي مذبح قبالي تقلها يمه يمه خلتني الطفوف بغايا تقلها تعالي تعالي وشاهد حالي يا يمه يمه يا يا يمه يا يمه يمه تعالي تعالي اسمع اسمع هذا البيت والله يوجع قلبك التغير تعالي وشاهدي حالي يا يمه عقوب خدر الوجه بردان اضم يا يمه 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 84 حرمه يا يمه ولا بقلب القوم رحمه. ايش تتصور الزهره ما تجاوبها ما تحن على بيتها وتجاوبها؟ قلت لها انا يمك يا يمه مو بعيده انا يمك يا يمه مش وقت تقلها مين طاح الحسين على الصعيد يمه وانا شايفتي الشمير من حاز وريدة يا يما صرختي ويكل فجيدة وثلاثة ايام انا ساكنة البيادة نوبة انهض ودور اصبعيدة ونوبة انهض ودور شف عضيدة يما نوبة انهض ودور يا زهراء يا زهراء ريدك اليوم يمنع وعدنا حوايج وانت ذا قلت لله قضى حوايجهم كلمح البصر بجاه الحسين عليك يا زهراء تقلها انا يمشي يا زينب جنت يمشي من طاح الولي وخلص الزلم جن يا ابا وغدت بالنار غدت بالنار تتلاحى بخيم جن عمت عيني يا ريت بقلب المجن اي يما عمت عيني يا ريت حين انا وياك حين يا زينب يا يمه انا وياك حين
وجفوف يا من على الايتام والخدر احومت تقول يما تقعدين اقعد تقومين اقوم يما تقعدين اقعد تقومين اقوم زينب نادت النسوان سمعا هاي الهزل بينا حاد الهزل بينا يريد يضعن تراهم نوقهم هزل يضل عن ديرا بالجن بس لا توقعن والله الهلا بخدر جن من تطلع على ظهور الهزل بس كوت انعن انعن على ظهور الزايل بس كايا ويا العيال ويا العيال تنعن بعد بس هالبيت اقرا لك زينب والحسين خاطر اقرا لك الدعاء زينب شو تقول للحسين من رادوا يطلعونهن من كربلاء قالت له والله حيرتي يا حسين حيره خويا 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 والله حيرتي يا ابو علي يا حسين حيرة حيرة دلين الوجه يا صاب ديرة اتقل انا ما ماشي الهسة اسيرة والله وامشي شلون من ديرة يا لديرة يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا شفيع نور عيني للمرضى للمرضى يا طبيبي نور عيني السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدي يا أبا عبد الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات يا وجيها اشفع لنا يا الله يا وجيها اشفع لنا يا سيدنا ومولانا يا أبا الفضل العباس باب الحوائج إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة يا أبا الفضل يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
وجيها عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امسح دموعك وقول اللهم بيض وجهي وابعد عني نار جهنم يا رب العالمين. بيض وجهي ووجه والدي بهذه الدمعة التي سالت قربة لك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا أبا عبد الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا الله يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشع أن تسامحني أن تسامحني. اسأل الله أن تسامحني يا الله أن تسامحني وترحمني. وترحمني يا الله وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا
وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلا يا الله وخفي ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا اعترف لله. لا ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلت. دير بالك تقول الله ايش مطيني، قول الحمد لله. ايش قد الله يدفع عنا بلاء واحنا ما نشعر ولا نعرف، وايش قد الله يستر علينا عيوب واحنا ما نعرف ولا ندري. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي، اللهم عظم مو عندك حاجة، اللهم عظم يا الله، اللهم وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضح
جرحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا منكسرا مستقيلا مستغفرا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك حذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك جميعا. جزاك الله خير. اللهم فاقبل. اللهم فاقبل يا الله. اللهم فاقبل يا الله. اللهم اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب يا رب يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بركبي يا إلهي. وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك
واعتقد أخو ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. شافي كل مريض اقضى حوائج المحتاجين. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي كيف احتمالي فكيف احتمالي بس شفاعة محمد وآل محمد. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي يا سيدي يا سيدي فكيف بي شلون بي شلون يا سيدي يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وسيدي ومولاي أدري عندك حوائج كثيرة والله وعلي بن أبي طالب عليه السلام إمامك ووليك يدرب قلبك من كتب هذا الدعاء. شوف ايش يقول. يقول لأي الأمور إليك أشكو حاجة حاجتي لأي الأمور لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته.
فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأولياء. من أحباء وأولياء إلهي لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عيننا أبدا. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. وهبني يا إلهي أي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المسلمين. أخذ شيعة أمير المؤمنين أغث المسلمين يا غياث المسلمين. يا الله يا غياث المسلمين. يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك. أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك. أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان. أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه. أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه. أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما.
لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه وفي هذه الساعة كل جرم أذنبته وكل قبيح وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا رب سيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي 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 يا الله يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا يا رب
خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين وأجتمع في جوارك مع الحسين وأجتمع في جوارك مع الحسين وأجتمع في جوارك مع الحسين اللهم ومن أرادني بسوء فأراد ومن كادني فكاد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وإليك يا ربي مددت فبعزتك استجب لي دعائي فبعزتك استجب لي دعائي فبعزتك استجب لي يا الله فبعزتك استجب لي وبلغني مناي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا يا سريع يا سريع اغفر اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا دعاء الفرج جميعا جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن
ابن الحسن صلواتك عليه في هذه يا الله وفي كل ارفع ايدك وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها لا تنزل ايدك. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين والمنافقين، اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين، اللهم أعز شيعة أمير المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حين. اللهم لا تصرفنا من زيارة الحسين إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا. إلى أرواح أمواتكم جميعا الفاتحة مع الصلوات.